يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أقوم قبل صلاة الفجر بنصف ساعة. نعم. أنا أقوم قبل صلاة الفجر بنصف ساعة وأصلي ما كتب الله لي، ثم أوتر بثلاث، وبعض الأيام أقوم وقد تبقى على الأذان خمس دقائق فأوتر بثلاث، وبعض الأيام أوتر بواحدة أثناء وقت الأذان، هل هذا الفعل صحيح ويعتبر هذا الوتر قياما لليل إذا اقتصر عليه أحدنا؟ هذا أقل قياما، أقل شيء قيام الليل. إذا ضاق الوقت خشيت أن يطلع الفجر توتر بواحدة، وإذا كان فيه متسع تزيد، أدنى الكمال ثلاث وأعلاه 11 ركعة أو 13 ركعة. أما إذا أذن وقد أذن على التوقيت فلا توتر، لأنه يعني خرج الوقت، خرج وقت الوتر، فتقضيه في النهار، تقضيه في النهار ضحى تشفعه. نعم.